هنعمل شوية تنسيقات بسيطة، مثلا في العملاء، هنخلي الارتفاع، هنخرجهم الأول من التخطيط عشان نعرف نتحكم في كل جزء لوحده، إزالة من التخطيط، هنخلي العرض كله 5 والارتفاع 1، كل الخطوط في الوسط، خط سميك، رقم الخط 16، خلي المجموعة بتاع العناوين تبدأ من اليسار بتاعها يكون 6، ومجموعة الكتابة اليسار بتاعها يكون 1، رقم العميل بعديها اسمه، رقم الهوية، رقم الهاتف، العنوان. طبعا 5 هتبقى كمية صغيرة، حجم صغير. هنبدأ من أول الصفحة ونكبر المساحة بتاع الاسم، وناخد خانة العملاء نخليها بالعرض، ونعمل لها توسيط ونخليها بخط 24، حتى ممكن أكبر من كده، 48. العملاء هنخلي في المناطق اللي هي النصوص مفتاح سلوك الإدخال، هو احنا لما نضغط انتر دلوقتي مفتاح سلوك الإدخال هيكون إدراج سطر جديد في الخلية، لكن احنا هنخليه افتراضي، يعني لما نضغط انتر ينقلنا للتالي على طول. ونحجم حجم الصفحة، نفس الموضوع هنعمله في الفساتين، الارتفاع هنعمله 1، العرض نعمله 5، نشيلهم من التخطيط، توسيط، حجم الخط 16، خط سميك، ناخد المجموعة الأولى ونعمل اليسار بتاعها يكون 6، والمجموعة التانية اليسار بتاعها يكون 0 أو 1، نبدأ ناخدهم واحدة واحدة. نضبط كل واحدة في مكانها، لما كنا نزلنا التخطيط ما كناش نعرف نضبط كل واحدة في مكانها. نفتح سلوك الإدخال نخليه افتراضي، في الخلايا اللي هي من نوع نص هيبقى مكتوبة سجل جديد نخليها نرجعها افتراضي،
اللي هيكون فيها شغل كتير اللي هي تأجير الفساتين. هنعمل نفس القيم هنزيلهم من التخطيط الأول. العرض 5، الارتفاع 1، اليسار بتاع ده يكون 1، رقم الحركة هنا احنا عاملينه تمكين لا تأمين، خلي تأمين يعني عشان تكون ظاهرة معانا، يبقى رقم الحركة نخلي حجم الخط موحد، توصيل خط سميك 16. رقم الحركة وناخد كمان التاريخ، نبدأ نضبط كل حاجة في مكانها. أول حاجة تتكتب مثلا بيانات العميل، رقم العميل، يظهر لنا اسمه، مش محتاجين الخلايا اللي هتكتب فيها اسم العميل، هيبقى مكتوب فيها عنوان اسم العميل، لكن احنا عايزين الخلية بتاع اسم العميل نفسه، خليها معانا هنا. رقم التليفون والعنوان، هنخليهم خليتين تحت بعض. نبدأ ناخد بيانات الفستان، رقم الفستان، يظهر اسم نوع الفستان والحالة، نوع الفستان ولونه،
نوع الفستان، في عندنا تحت هنا لون الفستان، وحالة الفستان. هنخليها الحالة بس. ونخلي دي التليفون أو تليفون. يبقى التاريخ المسلم، تاريخ التسليم أو تاريخ الاستلام. تاريخ التسليم وتاريخ التسليم بقى كده. هنعمل تلات خلايا فوق بعض. بالنسبة لموضوع الدفع، خلي تم استلام الفستان دي في الآخر. ناخد من المبلغ ده، ناخد من النموذج، من اسم ده دي كوبي. هنخلي واحدة هنا يمين، وناخد كمان واحدة. انا اخدتها كوبي بس تسريعا في الوقت عشان ما ناخدش وقت. ممكن نعملها عن طريق مربع نص، بس كده هنحتاج ان احنا لسه نعمل تنسيقات. فاختصارا للوقت اخدنا كوبي وبيست. هنعدل بس الاسماء، القيمة ديت مش هيبقى فيه مصدر للسجلات. دي اللي هنعمل فيهم المبلغ المستحق، ده هيبقى عدد الايام. عدد الأيام هيساوي تاريخ التسليم ناقص تاريخ الاستلام. هيبقى مصدر عنصر التحكم بتاعه. تاريخ التسليم ناقص تاريخ الاستلام. وهنا المبلغ المدفوع، وده المبلغ المستحق أو الباقي.
في القيمة الإيجارية. ده هيبقى الإجمالي مش الباقي، الإجمالي اللي هي الوقت في القيمة الإيجارية. المبلغ المدفوع ده مش هيبقى هنا، أخدناه بالغلط. دي القيمة الإيجارية اللي هتكون هنا، ده المبلغ المدفوع. وهنا نعمل خلية للباقي، ناخدها نفس المعادلة اللي عاملينها هنا، بنزود عليها ناقص المبلغ المدفوع. بدأ الباقي ناقص المبلغ المدفوع. هنعمل ترتيب، الأول نخلي النموذج من اليمين للشمال، وبعدين نعمل ترتيب وجدولة، ترتيب تلقائي، هنتعامل كله على أساس التاريخ، إن شاء الله يكون مظبوط. حالة الفستان، أو حالة تم استرداد الفستان، اللي هي حالة العملية، نسميها حالة العملية. برضك هنخليها مربع تحرير وسرد. قائمة القيم تحت التشغيل، يعني لسه العملية مستمرة وتمت العملية. القيمة الافتراضية نخليها تم تحت التشغيل. الالتزام بالقيمة، عدم التحرير وعدم التوريث. دي حالة العملية. نشوف كده اللي عملناه. دخول المستخدمين، تسجيل مستخدمين، تسجيل فستان، تسجيل العملاء، تأجير فستان، يكونوا معانا كلهم بالشكل ده. مش عارف هنا تاريخ التسليم وتاريخ الاستسلام مجتش ليه. القيمة الافتراضية انا كاتبها غلط، في قاعدة تحكم الصحة، كنترول اكس، نحطها في القيمة الافتراضية، كنترول اكس، ونحطها في القيمة الافتراضية. هنا الرقم نخلي التنسيق بتاعه رقم عام، برضك المبالغ اللي معانا هنا نخليها كلها رقم عام عشان ما يظهرش عملة الجهاز معانا، بدل ما هي عملة نخليها رقم عام.
رقم الفستان نخليه رقم عام، والقيمة الإيجارية رقم عام، قيمة الشراء برضك نخليها رقم عام، وفي العملاء رقم العميل برضك نخليه رقم عام. ممكن نكون خلصنا الجزء الخاص بالتنسيقات، نتقابل في التقرير إن شاء الله.